يتقدم فجر، يتقدم فيصل، فيصل يضيع، يضيع فيصل يا عيسى. هنا دبل مهدي عبيد، رائعة تسديدة، محاولة التسديد من بعيد من مهدي عبيد، الصد كان من الحارس. المنتخب القمبي يدموا الناس، يدموا الناس، بابا براي يدموا الناس. أوه يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، فرصة دائما مغربي عبد الرزاق، ماذا سيفعل؟ مرفوعة خطيرة بالرأس والدفاع صدها رياض، والكرة العرضية بعيدة تصله سفيان فغولي في الاسترجاع، راح عيسى سفيان الى يدخل سفيان وهو في خطا. راح يانا دي اول تسديدة او ثاني تسديدة لحكيم زياش، كانت اولى وهذه الثانية. هيلة هيلة هيلة، اوه ممتاز الكرة هذه اللي بليلي، الحكم يقول بان يوسف البليلي ارتمى. بسم الله الرحمن الرحيم، اينما كنتم مشاهدينا الافاضل مرحبا بكم، اهلا وسهلا الى ملعب مصطفى تشاكير، مجريات مباراه السادسه والاخيره في هذه المجموعه في تصفيات. بعد لحظات من الان المنتخب القمبي على يميني الشاشه يلعب بجومود دانسو ريتر. مهدي عبيد، رائعه تسديده، محاوله التسديد من بعيد من مهدي عبيد، الصد كان من الحارس. مودو الكرة في الركنية الثالثة لصالح المنتخب الجزائري. ناحية محاولة التسديد بهذا الشكل من مهدي عبيد من هذه المساحات، التسديد دائما مليح في لعبة كرة القدم على مستوى. لم تصل لرياض، اي 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 يا عيسى، اه يا عيسى، هنا دبل. المنتخب القمبي يدموا الناس، يدموا الناس، بابا براي يدموا الناس. اوه يا سلام، أربعة خمس لاعبين، قلت لكم بأن الفارق يصنع في اللقطات الفردية والمهارات. يصل هو سفيان فغولي في الاسترجاع، راح عيسى سفيان إلى يدخل سفيان وهو في خطأ. مرفوعة خطيرة بالرأس والدفاع صدها رياض، والكرة العرضية بعيدة في اتجاه رشيد غزال يستفيد من خطأ، رشيد غزال يستفيد من خطأ، يستفر حكم المباراة لصالح المنتخب. دفاع وما زال، والحارس على مرة يتقدم فجر، يتقدم فيصل، فيصل يضيع، يضيع فيصل فجر، فرصة كانت واضحة لتعديل النتيجة لكن هنا يضيع. كان هناك نقاش بين فيصل فجر وكذلك عبد الرزاق حمد الله بخصوص تنفيذ ركلة الجزاء، إصرار من فيصل فجر على التنفيذ. شوف ردة الفعل لحارسي المرمى، يمشي في المكان المناسب ويتصدى لهذه الكرة. نعم، الاستلام، يا سلام، يا سلام، فرصة دائما مغربي عبد الرزاق، ماذا سيفعل؟ وضعية تسلل، وضعية تسلل، صفر الحكم المالي على عبد الرزاق حمد الله، ولكن جملة تكتيكية رائعة تابعنا قبل لحظات اللمسة الواحدة. شوف هنا إعادة مجددا، ولكن قبل التسديدة، قبل التسديدة تمنيت لو شاهد الإعادة لبناء الهجمة كيف تم وكيف. هيلة هيلة هيلة، اوه ممتاز الكرة هذه اللي بليلي، الحكم يقول بأن يوسف البليلي ارتمى. تزيد له بطاقة صفراء ولا البوطيب بوفيل، بوفيل يلعب ممتازة، حكيم زياش فرصة، لا يا بوطيب، لا لا يا بوطيب، في الوالة الأولى كان ممكن تسدد بوفيل. الحكم ثنائية بين بوفيل وحكيم، يا سلام على هذه التمريرة الرائعة بالمليمتر، هنا تمريرة مليمترية من حكيم زياش، وبوطيب هنا لم يستفيد منها، ولو أنه الزاوية صعبة لأن حارس المرمى غلق عليه المجال تماما. شوف أن حارس المرمى نعم يغلق عليه المجال، ولكن طريقة ترويض الكرة في الوقت المناسب وفي التايمينغ المناسب لم تكن جيدة. يتقدم زياش، ماذا سيفعل؟ زياش سددها، فرصة جول،
بوفال يضيع فرصة التعديل وقبل تسديدة من حكيم زياش. مهم جدا التسديد في بعض الأحيان، هذه أول تسديدة أو ثاني تسديدة لحكيم زياش، كانت أولى وهذه الثانية. يتصدى الحارس تشوبي حارس مرمى واريورس النيجيري، أو هذه واحدة من الفرص القليلة جدا للمنتخب المغربي في هذه الجولة الثانية اللي كان إيقاع متوسط نوعا ما خاصة من جانب العناصر. الاسماء مع انطلاق شوط المباراة. الناس كرة جول كرة جول كرة جول. ياسين يرتكب خطأ، قلنا لي في استفزاز، لا ياسين، قلنا لي ابتعاد عن الاحتكاك، نعم ياسين. نعطيكم البطاقتين الصفراوين الاثنين. صليبا طال برقب كورتو يسدد، وجاك هذا ظروف. اول بطاقة صفراء يخرجها حكم المباراة لرامي بن سبعين، هدفه في هذه المباراة. بن طلب يوزع كرة روي هنا من مهدي طهرات عن بنجاح، تغطية دفاعية من هنالك عن طريق سليمان مرح، ثم الحكم هنا يصفر خطأ للجامبين ولصالح وسط الرياضة. والكرة يستلمها يراوغ، يدخل رياض، رياض ياسين، رياض في المراوغة، يا 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 رياض محرز استلمها يحاول التوغل لم يتمكن منها. بغداد بنجاح مع رياض، ضاعت منه بقية من هنالك في اتجاه غزال من الادريسي، محاولة المرور، مراوغة أولى ومراوغة ثانية والعرضية، فرصة عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله كان بامكانه يتابع هذه الكره بالراس، مناوره جميله وحركه فنيه رائعه جدا من الجهه اليمنى. شوف من جديد الادريسي يرفع بهذه الطريقه.